الوقائع ديت واضحة، يخرج الكابتن خالد الغندور في الإذاعة يقول طب وإيه يعني؟ ما هو الأهلي مش محتاج الماتش، ايوه دي المعيار. ومحمد فاروق ما هو ده اللي قبل كده لما الأهلي كان محتاج ضربة الجزاء حسبها له وفكر بواقعة أو ذكرها بواقعة. نسمع الأول الكابتن خالد الغندور ونشوف لكم صحة الواقعة اللي هو استشهد بيها. لكن عايز اقول حاجه، مش عايزين ايه رغي وكلام كتير على فكره ان الاهلي اتظلم تحكيميا. ليه بقى؟ ليه يا احمد؟ قول لي ليه؟ عشان الدوري انتهى. بالظبط كده. انت لما بتيجي بتكون في لغط تحكيمي، بيكون لغط تحكيمي اما يكون مثلا الاهلي فارق نقطه نقطتين عن الزمالك عن الاسماعيلي عن بتاع، فما بتيجي اخطاء تحكيميه مثلا الكابتن محمد فاروق هي لا، اولا الاهلي كسب تمام؟ يعني لم تؤثر على نتيجة اللقاء. نمرة اتنين، حتى الأهلي لو ما كسبش، الأهلي فارق 18 أو 20 بونت عن أي فريق. وبالتالي وإحنا في نهاية الدوري خلاص، يعني فاضل بتاع 9 أسابيع أو حاجة. فخلاص الموضوع منتهي. لكن هنا بقى هقول لك محمد فاروق مثلا. يبقى للذكرى والتاريخ، محمد فاروق احتسب ضربة جزاء من بره ال 18 غير صحيحه لمحمد ابو تريكه في ماتش الدقيقه 90 على العرض، وكان هناك تنافسا ما بين الاسماعيلي والنادي الاهلي على ما اعتقد او ما اتذكر. وفي هذا لا ما كانش في منافسه اصلا في هذا الموسم. الاهلي كان بيعمل ارقام قياسيه لوحده في الموسم ده. متاكد؟ اه متاكد. اللي هو الموسم ده اللي هم لعبوا فيه مباراه فاصله ايه؟ لا لا مش هو ده. مش هو ده. يعني انا قصدي ايه؟ بص، حتى مثلا لما كان الزمالك بينافس 2015 هو الاهلي او حتى 2016. طيب كابتن خالد الغندور وجهه نظره انه ما هو ده اللي محمد فاروق، عشان دي مباراه مش مؤثره مش فارقه فيحسب او ما يحسبش، مش ده الموضوع رغم ان ده كلام مش صحيح. لكن هو استشهد بواقع، قال لك مش ده محمد فاروق اللي في 2004 2005 احتسب ضربه جزاء غير صحيحه لمحمد ابو تريكه لانه الاهلي وقتها كان محتاج هذه المباراه. وقال انه لما الاهلي كان محتاج ضربه الجزاء اداها له. طيب عشان بس الذاكره، موسم 2004 2005 محمد فاروق لما احتسب ضربه جزاء للاهلي دي كانت في الاسبوع رقم 11. هل كان الاهلي محتاج المكسب ساعتها والدنيا زي ما خالد الغندور قال واقفه على هذه الضربه؟ لا. الحقيقه ان في هذا الموسم وقت ما احتسبت هذه الضربه في مباراه للاهلي كان الاسبوع ال 11. الاهلي كان متقدم على الزمالك بسبع نقط كامله. الاهلي كان عنده 30 نقطه والزمالك كان عنده 23 نقطه. فين بقى ان الاهلي كان مزنوق وعايز الماتش؟ موسم 2004 2005 نفسه يا كابتن خالد هو ده الموسم اللي الاهلي فاز فيه ب 24 مباراه من 26. تعادل مرتين بس. فاز في هذا الموسم وقتها 2004 2005 من المواسم الناريه للاهلي. فاز في 17 مباراه متتاليه. يعني الفوز اللي كان على حرس الحدود كان الفوز رقم 11 من 11 مباراه. الفكره كلها مش ان انا عارف الموسم محتاج ولا مش محتاج، المحتاج الصح ده حق ولا مش حق. قعدوا يتكلموا على ضربه الجزاء دي والزمالك يتراجع. فالكابتن جمال عبد الحميد طالع مع الاستاذ محمد جمال الناقد احمد جمال. فبيقول له ضربه جزاء يا كابتن ابو تريكه اللي هي كانت من الخارج وحسبها له من الداخل. قال له ده الفرق 17 بونت يا كابتن جمال، كان وصل الفرق 17 بونت. لان الموسم انتهى الفرق بين الاهلي والزمالك 40 بونت 38 بونت. فقال له ده الفرق 17 بونت ولسه بنتكلم على ضربه الجزاء اللي كانت من الخارج واحتسبت لابو تريكه. وكان الحكم مين على فكره؟ سمير عثمان. ما كانش الحكم محمد فاروق. لا كان محمد فاروق في الماتش ده. محمد فاروق. زميل او الكابتن خالد الغندور لم يتحدث في هذا الاسبوع عن ضربه الجزاء اللي لم تحتسب للنصر قدام الزمالك اللي تغاضى عنها الحكم ابراهيم نور الدين اللي ازاي اتعين لهذه المباراه. النصر متقدم 1-0 وما اتحسبلوش ضربه جزاء. نشوف راي الكابتن جمال الغندور.
نشوف لعبة تانية مهمة جدا. ادي الحالة الراجل رايح وسكته الكورة وهناك دفع في جسمه أسقطه أرضا ودفع بقوة يعني ركلة حرة مباشرة داخل منطقة الجزاء. عايز أعرف إيه دي في كرة القدم غير إنها مخالفة؟ أدي اللاعب معاه الكورة، ها إيه اللي حصل؟ تم إبعاده عن سكة الكورة وحصلت عليها، هل ده بطريق شرعي؟ وتركتها لحارس المرمى، هل ده تم بطريق شرعي؟ لا طبعا لم يتم بطريق شرعي، في استخدام واضح أهو لليد تاني أهي، شوفوا حضراتكم أهي، أدي استخدام يد خرجت من الجسم ودفعت اللاعب. الدفع موجود، زاوية رؤية الحكم موجودة أهي، نشوف كمل أهو زاوية رؤية الحكم. هل الحكم المسائل الإضافي هنا ممكن يكون له دور؟ طبعا ممكن يكون له دور، ويجب أن يتعاون مع حكم المباراة في هذه الحالة. أنا بالنسبة لي هذه الحالة أو هذه اللعبة أيضا هي ركلة جزاء لم تحتسب لصالح النصر. هو يعني المشكلة ده ما فيش أوضح من كده، يعني الكابتن حتى جمال غندور في ايه تاني ما حصلش؟ محدش جنبهم، في ايه تاني؟ والراجل يعني الإعاقة بهذا الشكل الواضح للاعب منفرد بهذا الدفع الواضح ولم يتجه الى الكورة المدافع، والنصر متقدم 1-0. هي دي بقى الضربات المؤثرة في نتائج المباريات. ايوه طبعا، بس مش ده المشكلة. هي المشكلة هو الكابتن ابراهيم نور الدين لما نوصل لمرحلة انه يتم استئذان نادي عشان اعين له حكم، لا نبقى بنهرج جدا. ولما يقول ده زميل صحفي منتمي للزمالك يبقى مفيش اوثق ولا اصدق من كلام اسلام صادق، نسمعه لانه ده كارثه. طب النهارده بتتكلم على مباراه النصر، هي مش صح النهارده لما تكسب فريق زي النصر ما حققش غير فوزين بس في الدوري وهو هابط للدوري. انت النهارده للدوري القسم الثاني بتلاعب فريق من الدرجه الثانيه، تلاعب فريق الدرجه الثانيه بيتقدم عليك بفارق هدف، كاد ان يسجل الهدف الثاني لولا مساعده ابراهيم نور الدين سوري. النهارده ابراهيم نور الدين ساعد الزمالك، اكيد الزمالك النهارده فاز على النصر بمساعده ابراهيم نور الدين حكم المباراه. لو قلت لك على الكواليس اللي حصلت النهارده في مباراه الزمالك قبل مباراه الزمالك والنصر، هتفاجئ ان تم تعيين ابراهيم نور الدين حكم المباراه بعد استئذان رئيس نادي الزمالك. وبالتالي طبعا وقع غريبه جدا. تم استئذان رئيس نادي الزمالك بتعيين الكابتن ابراهيم نور الدين حكما لمباراه الفريق امام النصر. مين اللي استاذنه؟ صوم عبد الفتاح. قال له ايه بالظبط بقى؟ معاك معلومه صعبه. اجرى اتصالا قبل المباراه برئيس نادي الزمالك واستاذنه بتعيين ابراهيم نور الدين للمباراه، وقال له دي مباراه سهله والنصر الاهلي كسبوا 5، وبالتالي من السهوله ان نادي الزمالك هيخوض مباراه طبيعيه. ومن هنا تيجي تسأل السؤال، لماذا لم يحتسب إبراهيم نور الدين ركلة الجزاء الثانية لنادي النصر؟ ومن هنا نبقى قدام كارثة بجد، قدام كارثة بكل المعاني. فات على الكلام ده كام يوم، لكابتن عصام عبد الفتاح طلع نفى انه ما اتصلش بالاستاذ مرتضى منصور عشان يستاذن سيادته انه الكابتن ابراهيم نور الدين يحكم هذه المباراه. اظن لحد فينا سمع للكابتن عصام عبد الفتاح اتصال ولا نفي للواقع، ولا الاستاذ مرتضى منصور نفى استقباله هذا الاتصال وهذا الاستئذان. وده مش كلامنا، اسلام صادق الراجل زملكاوي محسوب على الزمالك. لا هاني حتحوت المذيع زملكاوي ومحسوب على الزمالك. والديكور زملكاوي ومحسوب على، والكلام واضح وصريح. الديكور خد بالك. وبعد كده يجي التفسير المباشر، وعشان كده ابراهيم نور الدين ما حسبش البلاغ. النبي اصل الموقف ده كمان، انت خد بالك من الديكور؟ ابيض واحمر. يعني 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 في يعني من اي تو زد. انت قاعد في استوديو زملكاوي. صحيح 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 ان هاني حتحوت نفسه هادي. ايوه. ها؟ لكن في القلب في القلب. لكن انا بحيي اسلام صادق. اسلام صادق
وهو زملكاوي. انا بختلف معاه كتير في الاراء. زملكاوي عنيف لكنه ذكر واقعه لم يرد عليها. ولذلك اسمع بقى، انا هقف هنا لقطه. انا ايه اللي مخليني بتكلم بهذا الوضوح؟ وانا عايز يجادلني احد، لان المعيار اللي هم حاطينه قالوا كابتن الشناوي كان مع زميل ابراهيم فايق اظن، وبيتكلم فبيقولوا اصل في الاخر بيتكلموا عن اهميه الحكم الخامس. هو 14 وقع حاله وفق في 10 واخفق في 4. ما هو ال10 دول كان ممكن لو ما فيش حكم خامس ما كانوش يتحاسبوا. فقال له وده بشر واخطاء البشر وارده، خلاص هنتعامل من هنا ورايح على ان الحكام بشر من حقهم ان يخطئوا، والحكام بشر من حقنا ان نحاسبهم. ما هو ما تاخدش الميزه البشريه في الخطا، ايضا من يخطئ يحاسب. طيب الراي العام هيتعامل معاكم بهذا المعيار ان الحكام بشر. الحكام بشر، لكن الناس المسؤوله عنهم بشر من نوع تاني، لانه ده بيفكرنا بالمكالمه اللي كانت دارت ما بين الاستاذ ثروت سويلم مع الكابتن وجيه احمد، وهو بيقول له عين له الحكم فلان، كان بيتكلم على مرتضى منصور، عين له صاحبه فلان عشان ده اللي بيريحه. ده كان التدخل، وده كان التأثير، وده كان الفساد. رئيس لجنة حكام بيعين أو بيستطيب خاطر رئيس نادي عشان يعين له اللي يريحه، ثم رئيس لجنة حكام يستأذن رئيس نادي عشان يعين له حكم فلاني. وأنا لسه بقول لكم واقعة إسلام صادق تظل حقيقية ما لم ينفيها أحد من الطرفين، لكن حتى الآن ما جرؤش حد منهم ينفي ده. لكن لو عايزين بقى، لانه أنا الاوان بقى نغمه الاهلي بيكسب بالحكام والكلام الفارغ اللي انتم تسمعوه والناس عايشه عليه يبان امره ويبان تاثيره بجد وايه حقيقته. لو عايزين تشوفوا تاثير الحكام في قراراتهم هنفكركم بموسم 2014 2015 اللي فاز فيه الزمالك بالدوري، ازاي الحكم قدام تجاهل ضربتين جزاء امام حرس الحدود لصالح الاهلي، ده نفس الحكم محمد فاروق، ونفس المحلل الكابتن جمال الغندور لما شرح الواقعتين. نفكركم بيهم. كم بقى؟ يلا اتفضل يا محمد، هقول لك نقف فين. اتفضل كمان 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 كمان، اقف هنا. هنا يا كابتن اللاعب شاف الكوره خلاص. أصبحت المسافة اللي أنا حاسبه عليها من هنا. من هنا لغاية اللاعب بتاع الحرس، المسافة دي تسمح له إن الكرة ما تجيش في إيده ولا لأ؟ طبعًا. مش كده ولا إيه؟ طبعًا. أنا ما قلتش من ساعة ما اتلعبت. ليه؟ من ساعة ما اتلعبت اللاعبين دول كان من الممكن إن هم يكونوا قافلين عليه خط رؤية الكورة. نعم. هنا شاف الكورة. تمام؟ ماشي بقى اللعبة. اتفضل لما تيجي في إيده هنا كاتن يبقى هو شايف الكورة. أوكي. ويقدر يبعد إيده عنها. يبقى ده تعمد. يبقى ده تعمد. حتى لو هو التعمد اللي هو الاصلي او التعمد اللي بمعنى الكلمه اهو حاطط ايده. شايف الكوره. لو الكوره مش شايفها ده موضوع تاني. لا حاطط ايده موديه. اذا هنا انا كان ممكن ابعد ايدي عن سكه الكوره، يبقى ده تعمد. اوكي. يبقى اذا هنا ركله جزاء لم تحتسب لصالح النادي الاهلي. لصالح النادي الاهلي. لعبه مهمه جدا يا كابتن مدحت، نشوفها مع بعض. هنا حارس المرمى طلع واصطدم بلاعب النادي الاهلي والكره مشيت، وبعدين نشوف اللعبه في الاعاده. محمد نجيب اعتقد. نشوف اللعبه تاني في الاعاده. نعم. بس وقف معايا هنا محمد بس. لا لا بس امشي بقى واحده واحده، امشي واحده واحده، امشي واحده واحده. اتفضل اتفضل. ايه اللي حصل هنا؟ محمد نجيب لعب الكوره، حارس المرمى لعب ايه؟ لعب وشه. طيب ما الفرق بين ما فيش اوضح من كده. بس تعالوا كمان نفكركم بضربه جزاء لم تحتسب للاهلي على فكره امام انبي، ده كان موسم 2008 2009 يا باشمهندس. المباراه دي انتهت 3-3. انا ليه بقول لك؟ عشان الساده نغمه الحكام والتحكيم يبقوا عارفين الموسم ده بالذات معجنه التحكيم دي كانت عامله ازاي وقتها. الموسم ده اللي فيه ماتش فاصل بالظبط. ده انت اخترت مباراه واحده عينه. لا ليه اخترناها؟ عشان بتاعه فاروق.
هو القاسم الأعظم للثلاث مباريات دول. نتيجة كانت 3-1 لصالح الأهلي، لو احتسبها ضربة الجزاء ديت هتبقى 4-1، المباراة تقلب فيتعادل إنبي مع الأهلي 3-3. نفكركم بضربة الجزاء للأهلي قدام إنبي 2008-2009. وأمام إنبي كان النحس التحكيمي مكرونا مع الأهلي بالرقم 13، إذ رفض الحكم محمد فاروق وبغرابة احتساب ضربة جزاء لمصلحة محمد بركات رغم وضوحها، ليفقد الأهلي نقطتين أخريين. لا أنا عايز أعمل تعليق صغير. فضل. في الدور الثاني مانو جوسيه قال أنا هكسب فرق 15 بونت، وكان الفرق ساعتها 9 بونت عن الاسماعيلي. خلاص تم ايقاف مسيرة الاهلي، اول ايقاف كان واحد حكم اسمه السيد حمدي سيد فتحي. سيد فتحي، السيد فتحي احتسب ضربة جزاء على الاهلي، ها ما حدش لمس حد، وجاه ضربة وهمية راح جايبين منها جون امام الشرطة، طلع ضربتين جزاء مؤكدتين لابو تريكة وهو واقف، وجبناهم قبل كده لم يحتسبهم. ليظهر الحكم الاهلي خسر المباراه دي. استنى بس، في مباراه عشان الوقت ده هامنا. لا ده ما فيش ده هامنا الوقت ده، ده هامنا كمان. لا لحظه واحده، في الوقت ده سيد حمدي طلع مع التراس اسماعيلي في برنامج لابس فانيله بعديها بثلاث ماتشات، وهو ما زال في الموسم نفسه لابس فانيله الاسماعيلي وقاعد مع الجمهور وقال وبيقول الاهلي بيتجامل بالتحكيم. فادي مباراة، وادي انبي مباراة، ها حتى مباراة حرس الحدود اللي بيقول الاهلي يتجامل فيها عشان ابو تريكه دفع ضربة جزاء قبليها لم تحتسب، والماتش خلص 3-1 ما خلصش 2-1، ده الماتش خلص 3-1. العينات كتيرة قوي، بس للناس اللي بتقول لك الاهلي بيكسب بالحكام، هو فعلا بيكسب بالحكام اللي بيقفوا ضده. مش هتشوف ضربة جزاء بقوة. لا انبي ما اقدرش اشوف اي حاجه تاني. انبي بس، واحنا بنبطل انت شوارب هتلاقيه هنا.